ماذا تعرف عن محرك البحث جوجل؟ هو محرك بحث للعثور على الملفات على شبكة الإنترنت، أنشأه سيرجي برين ولاري بيج سنة 1996 كمشروع بحثي في جامعة ستانفورد، وكان يسمى سابقا باسم باكرب، ولكن قرر برين وبيج في وقت لاحق تغيير الاسم إلى جوجل المستوحى من مصطلح جوجل، والذي يعني الرقم 10 مرفوعا للقوة 100. أثارت فكرة استخلاص المعلومات من البيانات المتراكمة على الإنترنت كلا من برين وبيج لابتكار نوع جديد من تكنولوجيا البحث، وكان المفتاح هو الاستفادة من قدرات التصنيف The Ranking الخاصة بمستخدمي الإنترنت من خلال تتبع الروابط أو بالإنجليزية Links، من خلال تتبع الروابط الاحتياطية لكل موقع، وهي عدد الصفحات الأخرى المرتبطة به. تعرض معظم محركات البحث الأخرى قائمة من المواقع على شبكة الإنترنت مرتبة حسب عدد مرات ظهور كلمة البحث فيها، لكن برين وبيجت دمج وظيفة البحث مع عدد الروابط لكل موقع إلكتروني، أي أن الموقع الإلكتروني الذي يحتوي آلاف الروابط سيكون أكثر قيمة من الموقع الذي يحتوي عددا قليلا من الروابط. وسيضع محرك البحث الموقع كثير الروابط في قائمة الاحتمالات، وسيكون للصفحات المرتبطة مع الموقع كثير الروابط تصويت أعلى من الصفحات المرتبطة مع موقع ذي روابط قليلة. تأسست شركة جوجل من قبل سيرجي برين ولاري بيج سنة 1998، وهي تابعة لشركة ألفابيت إنك، ومقرها مدينة ماونتن فيو في ولاية كاليفورنيا. بدأ جوجل كشركة للبحث على الإنترنت تتعامل مع أكثر من 70% من طلبات البحث على الإنترنت في جميع أنحاء العالم، وأصبح يقدم الآن أكثر من 50 خدمة عبر الإنترنت إضافة إلى منتجاته المتنوعة مثل البريد الإلكتروني المعروف بجيميل وإنشاء المستندات عبر الإنترنت إلى برامج الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية. واستحوذت شركة جوجل على شركة موتورولا في سنة 2012، مما فتح لها المجال في سوق بيع الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة. تعد شركة جوجل الآن واحدة من الشركات الأربع الكبرى المؤثرة في سوق التكنولوجيا في العالم، إلى جانب شركة أبل وشركة إي بي إم وشركة مايكروسوفت، نظرا إلى حجم خدماتها المنتشر. وبالرغم من هذا العدد الهائل من المنتجات، إلا أن محرك بحث جوجل يبقى أساس نجاحها. ففي سنة 2016 حققت شركة ألفابت إنك كل أرباحها تقريبا عن طريق الإعلان المعتمد على بحث المستخدمين. في منتصف سنة 1998 تلقى برين وبيج تمويلا خارجيا من المستثمرين، إضافة إلى العائلة والأصدقاء، وصل إلى حوالي مليون دولار، وأقاموا متجرا في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا تحت اسم جوجل. وبحلول منتصف سنة 1999 تلقى جوجل تمويلا جديدا لرأس المال الاستثماري بقيمة 25 مليون دولار، وكان جوجل يتعامل مع 500 ألف طلب بحث في اليوم. بدأ نشاط جوجل بالازدياد سنة 2000 عندما أصبح هو محرك البحث العميل لموقع ياهو، أكثر المواقع شعبية آنذاك. وبحلول سنة 2004 استغنى ياهو عن خدمات جوجل. بالرغم من ذلك استمر المستخدمون بالبحث على جوجل بمقدار 200 مليون مرة في اليوم الواحد، واستمر هذا النمو حتى وصل 3 ملايير عملية بحث يوميا بحلول نهاية سنة 2011. وأصبح اسم جوجل مشهورا وتعبيرا شائعا في كل مكان، ودخلت كلمة جوجل المعجمة كفعل بمعنى البحث على الإنترنت. ولاستيعاب هذه الكمية غير المسبوقة من البيانات، بنت جوجل 11 مركز بيانات حول العالم، يحتوي كل منها على مئات الآلاف من الخوادم أي السيرفرز، والتي تم بناؤها خصيصا لهذا الغرض. أدى النمو الهائل لشركة جوجل إلى مشكلات في الإدارة الداخلية، حيث شعر المستثمرون أن الشركة تحتاج مديرا متمرسا. لذلك عين إريك شميت الحاصل على درجة الدكتوراه في علوم الحواسيب رئيسا ومديرا تنفيذيا للشركة سنة 2001. وشغل شميت مناصب مماثلة قبلها في شركة نوفل إنك للبرمجيات، وخلال فترة رئاسة شميت كمدير تنفيذي شغل بيج منصب رئيس المنتجات،
وكان برين رئيسا للتكنولوجيا، وأدار ثلاثي الشركة بسلطة ثلاثية حتى سنة 2011، حيث تولى بيج دور المدير التنفيذي وأصبح شميت الرئيس التنفيذي، واعتمد برين لقب مدير المشروعات الخاصة. جمع اكتتاب العام الأولي للشركة سنة 2004 مبلغ 1.66 مليار دولار، ووضع هذا مؤسسي شركة جوجل في مصاف أغنياء العالم. وتم بيع الأسهم في مزاد علني يهدف إلى مساواة المستثمرين العاديين مع المستثمرين المتخصصين في القطاع المالي. وتمت إضافة جوجل إلى مؤشر ستاندرد أند بورز سنة 2006، وفي سنة 2012 أصبحت جوجل واحدة من أكبر الشركات الأمريكية غير الموجودة في مؤشر داون جونز بسبب قيمتها السوقية. في شهر أوت من سنة 2015 أعادت شركة جوجل تنظيم نفسها لتصبح تابعة لشركة ألفابيت القابضة، وبقي البحث عن الإنترنت والإعلانات والتطبيقات والخرائط، إضافة إلى نظام أندرويد لتشغيل الهواتف المحمولة وموقع مشاركة الفيديو يوتيوب تحت شركة جوجل، التي أصبح ساندر بيتشاي نائب الرئيس الأول للمنتجات فيها هو الرئيس التنفيذي الجديد لها. وأصبحت شركات جوجل الأخرى مثل شركة كاليكو وشركة نيست للمنتجات المنزلية ومختبر أبحاث جوجل إكس شركات منفصلة تحت شركة ألفابيت، التي أصبح بيج مديرا تنفيذيا لها، وبرين رئيسها وشميت رئيسها التنفيذي. وجهت أرباح شركة جوجل الهائلة وشعبية محرك البحث التابع لها أنظار المعلنين إلى الإنترنت بوصفه سوقا جديدا للإعلان، مما أدى إلى نمو سريع في هذا المجال، حيث انخفضت الإعلانات الصحفية الأمريكية من ذروتها البالغة 64 مليار دولار سنة 2000 إلى 20 مليار دولار سنة 2011، في حين نمت الإعلانات العالمية عبر الإنترنت من حوالي 6 مليار دولار سنة 2000 إلى 72 مليار دولار سنة 2011. أنفقت شركة جوجل مبالغ كبيرة لتأمين المزايا التسويقية الكبيرة التي حققتها عبر الإنترنت، حيث أنفقت سنة 2003 مبلغ 102 مليون دولار لشركة أبلايد سيمانتكس، وهي الشركة الصانعة لخدمة أدسنس لتشغيل إعلانات مختلفة على صفحات الويب الخاصة بمواقع الإنترنت. وفي سنة 2006 دفعت شركة جوجل أيضا نفس المبلغ لشركة ديمارس برودكاستينج للإعلان عبر الإنترنت، وفي نفس العام أعلنت أنها ستدفع 900 مليون دولار على مدى 3 سنوات ونصف لبيع حقوق نشر الإعلانات على موقع ماي سبيس. واشترت شركة جوجل سنة 2007 شركة دبل كليك للإعلانات عبر الإنترنت في عملية استحواذ تعد الأكبر حتى الآن بقيمة 3.1 مليار دولار. وبعد عامين ونتيجة للنمو الهائل للإعلانات في سوق تطبيقات الهاتف المحمول، عقدت شركة جوجل صفقة بقيمة 750 مليون دولار لشراء شبكة إعلانات الهاتف المحمول أدموب. وكان الهدف من عمليات الشراء هذه التوسع من البحث إلى الإعلانات من خلال الجمع بين قواعد بيانات الشركات المختلفة وتخصيص الإعلانات حسب تفضيلات المستهلكين الفردية. تقدم شركة جوجل إضافة إلى محرك بحثها الشهير مجموعة من الخدمات والمنتجات للمستخدمين، ومنها نظام تشغيل أندرويد للهواتف الذكية، موقع بلوجر المستخدم لعرض وإنشاء مدونة شخصية، خدمة البريد الإلكتروني المجانية جيميل، موقع التواصل الاجتماعي جوجل بلس، إعلانات جوجل أدوردز التي تمكن المستخدمين من الدفع للإعلان على محرك بحث جوجل ومواقع الإنترنت الأخرى باستخدام جوجل أدسنس، كتب جوجل والتي تحتوي على مئات الآلاف من الكتب التي يمكن البحث عنها إلكترونيا جوجل بوكس، وأيضا تقويم جوجل كالندر لتنظيم الجدول الزمني ومشاركة الأحداث مع الآخرين، جوجل كلاود لتخزين البيانات وتشغيل التطبيقات إضافة للاحتفاظ بنسخ احتياطية من الملفات. هناك أيضا جوجل دوكس، مستندات جوجل لفتح مستندات مايكروسوفت أوفيس ومشاركتها مع المستخدمين الآخرين المتصلين بالإنترنت، جوجل درايف لعرض المستندات والملفات وتعديلها وتخزينها في جوجل كلاود،
جوجل إيرث لمشاهدة كل مكان في العالم تقريبا من الأقمار الاصطناعية والحصول على الاتجاهات والعثور على المتاجر القريبة وغيرها. متجر تطبيقات جوجل بالإنجليزية جوجل بلاي للبحث عن التطبيقات والكتب والأفلام والموسيقى وتنزيلها على الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد. الرسالة النصية جوجل اس ام اس لإرسال رسائل نصية عبر الهاتف. ترجمة جوجل جوجل ترانسليت لترجمة النصوص المختلفة. محفظة جوجل جوجل واليت لإرسال الأموال وتلقيها من أشخاص آخرين. موقع يوتيوب لتحميل ومشاهدة مقاطع الفيديو. وأخيرا متصفح الإنترنت جوجل كروم وكذلك خرائط جوجل ماب.